كل الشغل اللي عم نشتغل عليه وبنصممه هو بناء على سنجل زون، عمارة واحدة زون واحد، كل المصاعد بتخدم كل الطوابق. هاي الطريقة اللي بتشتغل فيها. طبعا انا هون مفترض انكمينج ترافيك، وكل اللي عندي بيطلعوا مصاعد، في عندي سنجل انترنس او مالتيبل انترنسز بيخدموا الهاي، بروحوا بيخدموا كل الفلورز. ولاحظوا مرات بوقفوا على نفس الطابق، اظن هلا في مثال عندنا بوقفوا على نفس الطابق، لانه انا ما منعتهم انهم يروحوا على نفس الطابق. اجى باسنجر وبعدين رد اجى باسنجر ثاني، الاول طلع في المصعد الاول والثاني طلع في المصعد الثاني، بس هم رايحين على سته اثنين، شفتوا كيف في مصعدين وقفوا على نفس الطابق. فهذه الفكره الاساسيه في الون سنجل زون. هاي عندنا هون وعمليا هون تلاحظين هذا عم بيروح هون وهذا راح هون وهذا راح هون، ما فيش عندي اتش مختلف، وعم ناخذ احنا اتش مختلفه. هذه الكلاسيكال سيناريو اللي هو فيرست كم فيرست سير، بيجي باسنجرز وبيطلعوا في المصاعد، بروح في المصعد وبيطلع وبخدمهم للمكان. هلا هذا مشكلته تقريبا على 20 25 طابق بيبدا الافرج ترافلينج تايم بزيد، بصير غير مقبول اني استمر فيه، فلازم اني اعمل شيء ثاني. الشيء الثاني اللي بنعمله بنبدا نفكر انه نقسم العماره لمجموعه اقسام. بنيجي نطلع على هذا، هون اضطرينا نقسمهم لتو زونز. هلا بتلاحظوا انه احنا هون هاردوير قسمناها بالهاردوير بالزونز، هاي المنطقه صارت فري، المعماري هلا حر يستعملها زي ما بده، يعمل اللي بده اياه بالمنطقه هاي، مزبوط. قسمنا هذه هون، حطينا غرف الماكينات هون، راح يكون غرف الماكينات لهدول الاربعه. اللي بدخل على العماره بده يعرف انه هو في طابق ازرق او في المنطقه الزرقاء ولا في المنطقه الحمراء. اذا هو بهدول الطوابق بيطلع في هدول المصاعد بيكون في اشاره، او اذا في هدول بده يروح على هدول اللي موجودين هون. هلا هاي طبعا هون صار عندي في المجموعه هاي اربعه وفي المجموعه هاي اربعه. اذا رحت هون وانا ساكن في الطابق هذا مش راح اطلع، راح الاقي في شي كبسات اصلا، لما بدخل داخل المصعد ما فيش كبسات اصلا على الطوابق هدول، فمضطر اني اروح على المجموعه الصحيحه. بروح على المجموعه الصحيحه بخدمني في اي طابق من الطوابق اللي موجودين هون. نفس الفكره هون بصير عندي هون صار هون هذا اكسبرس زون، هذا اللي مظلل الشيدد هذا ما فيش اكسبرس، بقدر امر منه طبعا، بقدر المصعد يمر منه، ما فيش بواب، ما في بواب، او بتكون في بواب ومسكره لا تستعمل، او بواب وهميه، او في بعض حالات بقرر المعماري بده يستفيد من المنطقه هاي اللي موجوده هون محل اللوبي، ما فيش بواب، خلص البواب بتكون مسكره او محطوطه بس للامرجنسي، وبحط حمامات او بحط غرف اجتماعات او شيء زي هيك، فبستفيد من المنطقه هاي اكيد، كانوا يستفيد من المنطقه هذه اللي موجوده هون. هذا هون هاردوير، باي هاردوير قسمنا العماره، مش سوفت، باي هاردوير خلص انتهت، ما بيقدر بعد سنتين اقول بدي اطلع هذا هون، هاي مسكره هون، وهذه هون في غرف اجتماعات او في مكاتب او في شيء زي هيك. هذه بنضطر نعملها لما يصير عندي الافرج ترافلينج تايم اكثر من حد معين، او عدد مصاعد اكثر من 8، فبضطر اعمل زونينج، وبقدر اعمل لحد 3 زونز، ماكسيمم 4 زونز بالعمارة. واذا عملت 4 زونز راح يصير عندنا الترتيب، راح يصير عندي الترتيب بهذا الشكل، راح يصير عندي مجموعة تخدم هذا الزون، مجموعة تخدم هذا الزون، وهذا هون اكسبرس، بصير عندي مجموعة تخدم هذا الزون مثلا، وهذا اكسبرس. اكسبرس يعني انه بمر منه مرور بدون التوقف. وعندي مثلا مجموعة رابعة، ممكن يكون مجموعة رابعة تخزن المنطقة اللي هون والمنطقة اللي هون هيك، وهذا كله هون اكسبرس. اذا الزون هو مجموعة فلورز كونتيجوس متجاورة بخدموها مجموعة مصاعد، وهي ثابتة ان هاردوير. هلا المشكلة لما وصل عند تقريبا 40 او 50 طابق بتصير عندي هذا، حتى هذا غير مجدي، انه مساحة الكور اللي باخذها بتصير نسبة كبيرة من مساحة العمارة، فبننتقل لشيء اسمه سكاي لوبي. بقسم العمارة لستاكس، فكرة الستاكس بتصير زي هيك، بصير عندي شيء اسمه سكاي لوبي، هذا عندي شاتل. الشاتل يعني عمركم سمعتوا كلمة شاتل؟ في شاتل بس بروح بين الاوتيل والمطار، بضل رايح جاي بين الاوتيل والمطار، هذا شاتل بس. صار بدنا ناخذ هلا رحلتين، في رحلة بنيجي بندخل العمارة من هون، إذا احنا شغالين بهاي المنطقة بناخذ اللوكل، إذا مش هاي بدنا نضطر ناخذ سكاي لوبي، هي في موقف هون في موقف هون بس وبرجع، هذا اسمه شاتل اليفيتر، بيطلع بيخدم المنطقه هون بعدين بيطلع بيخدم المنطقه هون. هاي كانها صار على فكره زون او عماره لحالها، كانها عماره، هاي اسمها ستاك، كاني صفطت ثلاث عمارات فوق بعض، لانه حتى هاي ممكن ينعمل فيها زونز، يعني ممكن اعمل زون هون، ممكن اعمل زون هون وهذا اكسبرس، وممكن اعمل زون هون وهذا اكسبرس، وهذا بيخدم المنطقه هاي، هذا بيخدم المنطقه هاي، وهذا بيخدم المنطقه هاي. هاي صارت كانها عماره، مسكت عماره رفعتها وحطيتها هون، حتى اوصلها
حطيت لها شاتل من هون. عادة الشاتل دبل ديكرز أو تريبل ديكرز الشاتل عشان يقدروا يحملوا كاباسيتي عالية، ما فيش لهم غير 2 ستوبس أو 3 ستوبس إذا عملنا هون بالحالة هاي بس لهم 2 ستوبس والأرضي. فهذول هذا الشاتل بس باخذ ناس من هون وبنزلهم هون وبنزلهم هون. حالات كثير بكون دبل ديك. دكتور نعم. ولا عندي الشفط كثير اكثر مني. عفوا؟ لا لا انا بس راسمه زي هيك، ما في حاجه يعني فيش حاجه يكون، اذا كان هذول ممكن يكونوا مصعبين بس. يعني اذا انا بدي اعمل زوم جديد بدي احتاج مساحه اكثر. مزبوط صحيح، بس لاحظوا هلا هاي المساحه تصفطت فوق هاي المساحه، تصفطت فوق هاي المساحه، بالاصل كانت هاي راح تكون هون ورح تاخذ كل المساحه هاي، وهاي راح تكون هون ورح تاخذ كل المساحه هاي، فانا وفرت في هدول حطيتهم فوق بعض وبعدين حطينا شاتل الجو. نعم. هو الشاتل بيخدم اللور زون ولا لا 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 اللور زون خلص بدخلوا الناس مباشره عليه، فبدخلوا الناس هاي هون المدخل الرئيسي للعماره، فالناس بيجوا من هون اللي بهاي المنطقه خلص بدخلوا مباشره هون بتجنبوا التو جيرني، اللي هون واللي هون لازم ياخذوا الجيرني هاي، لازم ياخذ شاتل للهاي. نعم. ممكن نعمل على نفس الباث على ايش عفوا؟ ممكن طبعا التوين اللي شفتوه قبل شوي ممكن احط اثنين ويصير هلا اللي صار يعملوه بالتوين يحط مصعدين هون ومصعد ثاني فوق، الناس اللي رايحين على هذا الزون يدخلوا هون، الناس اللي رايحين على الزون اللي فوق يدخلوا هون. هذا مش هيك اقسمه عادي، اقسمه انه عندي عدد مطابق بيختمها هذا المصعد اعرف اطلب يوصل 10 بعدين بتنزل تطلع بمصعد ثاني عشان توصل ضغط. ممكن ممكن تردي تقسميهم بشكل هذا، تقسمي جوا هاي جوا هون تقسمي، مش هيك قصدك؟ من غير ما اقسمه اصلا ثلاث. ممكن ممكن تقسم، ممكن اقسم باي طريقه ثانيه، في عندنا طبعا كمان سكترنج من هون، بس هاي احنا بدنا نحاول نعمل مينيمايز لعدد الجيرنيز، حتى هذول الناس اللي رايحين هون هون راح يتضجروا. ليش؟ لانه صار عنده رحله من هون لهون وعنده رحله كمان من هون لهون، اذا زيد عليه رحلات ثانيه راح يتذمر. مظبوط هاي اسئله ثانيه. ايوه كان قصدك سؤال انه